هاي، أنا اسمي لينا شرب العقيقة، أنا من كفر دبيان. أنا جسوي بالأساس لابورانتين وأنا أم لأربع أولاد. هلأ نحنا بلشنا بالصابون من كتير زمان، من حوالي 13 سنة. كان أول مرة أنا بترك أول شغل وهيك، فكرت أنه أعمل شيء يكون فت يعني مع الشغل بالبيت وهيك، بالأساس لأنه أنا لابورانتين يعني هيك، فكرت بالصابون. بلشنا نعمل الصابون كهواية، بلشنا نشتغل فيه. بعدين رجعت لقيت شغل، رجعت تركت هذا الهوبي على جنب، بس بهالوقت ضلينا نعمل الصابون لاستعملنا اليوم للبيت. بال 2017 كان صار عندي 3 اولاد، تركت الشغل نهائيا باللابوراتوار وركزت على شغل الصابون. عملت كل الريشيرشات وبلشنا نعمل، يعني بالاول كنا نعمل الصابون تراديشنال يلي هي زيت الزيتون، الصابون العاديه، بعدين بلشنا نفوت روايح وعطور. اول شيء نحن اسمنا لوبنا صوب. لبنى هو في شجرة معروفة بالزون الميديترانيان وخاصة بلبنان اسمها اللبان. شجرة اللبان بيقولوا انه على اسمها من الاف السنين تسمى لبنان. هذه الشجرة بالزمانات كانوا يشلوا يقصوا لها جزعة، ياخدوا منه هذا الصمغ يولعوه مثل بخور بالكنايس. منشان هيك نحن قررنا انه نسمي صابوننا لبنى صوب، واخدنا زهرة اللبان هي زيت عملناها مثل ستامب لصابوناتنا او الختم طبعا. شو عنا صابون؟ نحن بنعمل الصابون يلي الباس تبعه زيت زيتون، هو صابون 100% طبيعي. بنعمل الكاري تراديشنال يلي معروف بصابون الستة، وبنعمل الصابون المعطر. الصابون المعطر بندخل العنبر، المسك، الياسمين، الورد واللافوند، وفي عنا الألوفيرا. الألوفيرا هو مش عطر يعني، بس هو مثل جل بينحط بقلب الصابونة لفوائده للبشرة. هلأ بما أنه منطقتنا كتير غنية هون بالورد واللافاند، نحنا الورد يلي بنستعمله بقلب الصابون الزهور نستخرجه من أرضنا، ونحنا كمان من يبسه ومنشيله بس يبس منفرته ومنحطه بقلب الورد. نفس الشيء لللافاند، نحنا زارعين حقل لافاند، هذا الحقل منشيله، بناخد الزهور، هول الزهور منحطهم بقلب الصابون. كمان اللافاند هو الوحيد العطر يلي نحنا بنعمله 100%، يعني نحنا بنجيب من قصقص اللافاند بنقطره بالكركة، بناخد مية اللافاند يلي بنستعملها بالصابون، والزيت يلي بيطلع على وجه المي بنعمل له كوليكسيون بنستعمله بقلب الصابونة. هيدا القياسات، في عنا قياس 175 جرام، في عنا قياس 100 جرام يلي بيستعمل للمغسلة، وهيك في عنا قياسات الناس بحبوها أصغر كرمال ياخدوها كادو 50 جرام، وقياس الصغير يلي هو 30 جرام. هول القياسات بنحطهم بقلب صناديق خشب، كمان نحن بنشتغلهم هول الصناديق الخشب هاند كرافتد، بنعملهم. في عنا القياس ال 30 بنحط بقلبه 6 صابون، وقياس ال 50 بنحط بقلبه 4 صابون. وين بنلقي صابوناتنا؟ بنلقيهم مينلي عنا، في عنا محلين بجبال ببيعوا بقلب القنطرة ببيعوا الصابون تبعه لنا. لبنى صوب قلبي فيسبوك وإنستغرام، وأنا اسمي لينا عقيقة، رقمي 766-688-524.